اكتر حاجه ممكن تقولها لي وانا صغير انت يا زفت. والله ما انت نافعه. تعالى حيوان. اشهر كلمه كانت ماما بتقولها. هو في جمل كتير شهيره طبعا. يعني يوم اسود لما جبته. عمرك ما هتفلح. يا فاشل يا صايع كده الحاجات دي. حسبي الله ونعم الوكيل. لا هي كانت بتبقى متعمداها وعن قصد يعني. كتكواكسه. دايما كتكواكسه دي اقعد كنت بتضايق منها قوي كتكواكسه دي. كل ما اقول لها ان انا بتضايق تقولها لي اكتر. لا ماما ما كانتش بتقول كانت بترزع على طول. اشهر جمله كانت ماما بتقولها لي سيب اللي في ايدك وذاكر. لحد دلوقتي بترزع عادي ما فيهاش حاجه يعني. خش نام. ساعات بقى انا مش بحب انام بقى امسك التليفون وانا قاعده على السرير كده. عندك مدرسه بكره. اسكت عشان ما اضربكش. اتعلم عشان تنفع نفسك. والله عمرك ما هتنفعي وتعالي تفي على قبري لو نفعتي او فلحتي. والحمد لله ما نفعتش ولا فلحت.